في تابوهات معينة القرب منها قنبلة موقوتة، أقرب الناس ليك هيفرقع في وشك يعني بأقل مجهود من أقل جملة في مناطق معينة أقرب حد ليك. خسرت أصدقاء بسبب آرائك؟ ما حدش من حصل أقرب قبل الناس كده؟ هي فرقعوا في وجهي قنابل رغم أنها مهدد بالقتل يعني طول الوقت، بس دول مش أقرب الناس الحمد لله. أبعد الناس بعدا يعني، لكن أقرب الناس كانوا محترمين جدا لارائي وافكاري ويختلفوا، واهل القريه ككل كانوا متقبلين ومتفهمين ومستوعبين. يعني اتصور طبعا ده شيء متحضر أكيد جدا، في جزء كبير. لا الشعب المصري متحضر جدا على فكره في جوهره، لكن هي الفكره في الغمامه اللي بتعملها الحملات الكراهيه يعني، واللي تسوق بعض الناس عن طريق يعني، لانه مثلا الاتهامات يعني اصل ده مقاطع ابوه، كلام موجود في المجله الالكترونيه. انا وانا بقرا لقيت الشيخ محمد سعيد رسلان بيقول ان والد حضرتك كان بيتبرأ من ارائك على منبره في المسجد. طب شوفي الناس اللي ما والدي كان امام المسجد هو اللي بيصلي بيه. لا لو في مواطن سمع ابويا بيقول الكلام يعني يقول لك بيقاطع ابوه يعني. احنا انا علاقتي بابويا الله يرحمه يعني كل ما اعيشه الان هو من فضل دعاء ابي وامي ورضاهم عني. فيعني كل دي أكاذيب وأضاليل تبدو بقى عند المواطن العادي بقى اللي في البلد عندنا تخاريف، ده ناس مجانين دول، إيه الكلام المجنون اللي بيقولوه ده؟